مرحبا بكم مشاهدينا مع الريتنج والملخص الأسبوعي بتاريخ 15 من شهر مارس لعام 2021. مسلسل جديد من المنتج محمد بوزدا وضمن المؤتمر الصحفي والذي جمع طاقم مسلسل جلال الدين الخوارزمي مع الصحافة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند. صرح حينها المنتج محمد بوزدا بأن هنالك مجموعة أعمال تاريخية جديدة قيد التحضير، ومن تلك الأعمال مسلسل بعنوان ابن سينا. وطبعا هذا الاسم لا يخفى عن الجميع، فهو طبيب وعالم في الرياضية والذي ساهم بشكل كبير في نهضة العلوم. المسلسلات الصيفية الجديدة لعام 2021. تستعد شركة نيتيجي ميديا لإنتاج مسلسلها الصيفي الجديد لعام 2021، وهو بعنوان وصفة الحب من بطولة قدير دولو بدور فيرات. يذكر أن المسلسل سوف يكون من كتابة ليلى أوسل أوتار، ومن أعمالها السابقة مسلسل الانتقام الحلو متولية مهمة الإخراج دينيز كولوتش، ومن أشهر أعمالها السابقة مسلسل شمس الشتاء ومرال. يذكر أن المسلسل سوف يكون لصالح قناة دي التركية. والمسلسل الصيفي الآخر، وهو الذي أخبرتكم عنه سابقا في فيديو تقييم المسلسلات الصيفية لعام 2020، حيث قامت شركة سوريتش فيلم بشراء سيناريو المسلسل الأمريكي الجميلة والخباز. والصراحة النسخة الأمريكية كانت مملة وضعيفة في بعض النواحي، عدا الفكرة البسيطة جدا الموجودة بالقصة بتخلي نوعا ما مختلف شوي. ولوقت ما تكون النسخة التركية جاهزة، بعدها رح نشوف أي نسخة هي الأفضل. وهنالك أيضا مسلسل صيفي آخر من الطاقم المنتج لمسلسل المد والجزر، وهي شركة القمر ومن إخراج المخرج علي بلجين. وقريبا جدا سوف يعلن عن باقي أبطال المسلسلات الصيفية الجديدة. والآن مع الريتنج الأسبوعي.
مركز فيلم حياة من ورق. ومع توفر فيلم حياة من ورق على منصة نتفليكس، أصبح الفيلم في المركز الثالث عالميا من بين جميع الأعمال التي توفرت على مختلف المنصات الرقمية خلال هذه الأيام. أما مراكز الفيلم في الدول العربية هي كالتالي: انضمام الممثل جان نرجس إلى مسلسل جديد. ومع نهاية دور مارت في مسلسل التفاحة الممنوعة بأداء الممثل جان نرجس، يستعد الممثل للانضمام إلى المسلسل الذي لم يعلن بعد عن اسمه، وهو من بطولة الممثل إردال بشكتشي أولو، وهو من إنتاج شركة أوثري ميديا لصالح قناة ستار التركية. الممثل هالوك بالجينار بطل المسلسل الجديد آل أويسال، وكما أخبرتكم سابقا بأن المخرج والممثل أنور سيلاك قام بعرض دور بطولة مسلسل آل أويسال على ثلاثة ممثلين، وهم كينان إمرزال لأولو وهالوك بالجينار وخالد أرجنش. والموافقة النهائية فقد أتت من الممثل هالوك بالجينار، وسوف يكون بطل المسلسل القصير آل أويسال، وهو لصالح نتفليكس. المسلسل الجديد باشا المطبخ. تستعد شركة تيمز أند بي لإنتاج مسلسل قصير بعدد محدود من الحلقات وبمدة لا تصل إلى 20 دقيقة لكل حلقة. والقصة عن الطباخ الشاب الذي يحول موهبته إلى سلاح حاد لا يمكن هزيمته. يذكر أن المسلسل مقتبس من رواية تركية تمت ترجمتها إلى العربية باسم باشا المطبخ، وسوف يكون المسلسل من كتابة يلماز شاهين، ومن أشهر أعماله السابقة مسلسل القرن العظيم. أما أبطال العمل فسوف يعلن عنهم قريباً. مسلسل بيرجا أكالاي الجديد. ومن بعد الإقبال الكبير على مسلسل نتفليكس التركي الشبابي Love 101، تستعد الشركة المنتجة لهذا المسلسل، وهي شركة القمر، لإنتاج ثاني مسلسل شبابي لصالح نتفليكس، وهو بعنوان تحليق الطيور، والذي يركز على المنافسة بين الأجيال المختلفة. ومن الأسماء المؤكد انضمامها لهذا العمل هي الممثلة بيرجا أكالاي. يذكر أن المسلسل سوف يكون من كتابة ميرتش أجامي، صاحبة مسلسل جرائم صغيرة وحب للإيجار. فيلم جديد من بطولة بينار دينيز. تستعد الممثلة بينار لبطولة فيلم جديد بعنوان قيامة حبي، وهو لصالح منصة نتفليكس، حيث سيكون الفيلم من كتابة الممثل يلماز أردوان، وسيبدأ قريبا تصوير الفيلم من قبل المخرجة المبدعة هلال سران. ولا تنسوا متابعة الحساب الجديد للقناة على الإنستغرام.